بعد ما تعرفنا مع حضراتكم على الأخبار اللي حصلت امبارح، خلينا دلوقتي نروح لجولة جديدة بين الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة بإذن الله، ومن أبرزها افتتاح مسرح طلعت حرب بجامعة عين شمس. أيضا أكاديمية البحث العلمي هتعمل ورشة عمل لدراسة مستقبل السيارات، وأخبار تانية كتير هنتعرف عليها مع حضراتكم في سياق التقرير اللي جاي. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، هيفتتح الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ونواب رئيس الجامعة مسرح طلعت حرب بكلية التربية النوعية جامعة عين شمس الساعة 10 بحضور أسامة السيد عميد الكلية ووكلاء الكلية، وده بعد تجديده وتطويره بأحدث تقنيات الصوت على أعلى مستوى يليق بتاريخ المسرح وجامعة عين شمس. تعقد أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ورشة عمل لدراسة مستقبل السيارات الكهربائية والتشريعات اللي تساعد على انتشارها، وده في إطار اهتمام الحكومة المصرية بتطوير استراتيجية الحركة الكهربائية للقضاء على بعض العوائق الأكثر شيوعاً ولنشر الحركية الكهربائية. أصدرت هيئة السكة الحديد تعليمات جديدة بشأن حركة القطارات على خطوط هيئة السكة الحديد بالوجهين القبلي والبحري بعد إعلان هيئة الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة وتجاوزها 40 درجة مئوية. تضمنت التعليمات تخفيض سرعة القطارات على خطوط الهيئة بالوجهين، خاصة القطارات العاملة على خطوط الهيئة بالوجه القبلي، وده ضمن لوائح الأمن والسلامة الخاصة بالهيئة خلال ارتفاع درجات الحرارة. ومن المتوقع أن يتم تخفيض سرعة القطارات على الخطوط الطولية التابعة للهيئة لتصل إلى 90 كيلومتر في الساعة بدلاً من 120 كيلومتر في الساعة، وده وفقاً لحالة السيمافور المسؤولة عن تصريح حركة القطارات على كافة خطوط السكك الحديد. أعلنت غرفة العمليات بمحافظة كفر الشيخ فصل التيار الكهربائي عن عدد من المغذيات بمركزي مطوبس وقلين لأعمال الصيانة النهاردة السبت من الساعة 9:15 صباحاً حتى الساعة 2 بعد ظهر اليوم. من المقرر أن تغادر بعثة منتخب مصر الوطني لكوريا الجنوبية في تمام الساعة 7 مساءً من أجل ملاقاة نظير منتخب كوريا الجنوبية ودياً استعداداً للتصفيات الإفريقية المؤهلة لأمم كوت ديفوار 2023.